بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. طلاب الأعزاء، طلاب الصف الثالث الإعدادي. يونت 8 بروتكتنج أور بلانت، حماية كوكبنا أو كوكبنا. تلوث الهواء إير بوليوشن، دراوت جفاف، كلايمت تشينج التغير المناخي، جرين هاوس جاس غازات احتباس، سولار شمسي، فلود فيضان، سلو داون ببطء، ميثان غاز الميثان، ويزر توكس، فورست غابة، فايرز حرائق، سبرايز يدرش، جوفرنمنت حكومة، بروديوس ينتج، رين فورست معناها غابة مطيرة، كربون دايوكسيد رساني أكسيد الكربون، كات داون يقطع، كلينر أكثر نظافة، ويند باور طاقة الرياح، ريسايكلينج إعادة تدوير، ويف موجة، أفويد يتجنب. فازل فيوز معناها الوقود الحفري، لاند في السايت موقع دفن الكمامة، أبسورب يمتص، رينيبل إنرجي طاقة متجددة، كوسز أسباب، ليكويد سائل، كريز معناها يزداد. عندنا causes أسباب و liquid سائل و increase يزداد. types أنواع، waste يضيع أو نفايات، protect يحمي، problems مشاكل، planet كوكب، coral reefs شعاب مرجانية، damage يدمر، global warming الاحتباس الحراري طبعا، electrical معناها كهربي، equipment معدات، non-renewable غير متجدد، chemicals مواد كيميائية، arctic معناها القطب الشمالي، antarctic القطب الجنوبي، melting ice ذوبان السليك. reading عندنا our planet is getting hotter and our weather is changing. أصبح الجو عندنا أكثر سخونة وكمان بدأ يحصل تغير في المناخ. There are more floods. هناك العديد من الفيضانات، droughts الجفاف، and forest fires than any time in history. وكمان أصبح في حرائق في الغابات أكثر من أي وقت مضى في الماضي أو في التاريخ. One of the reasons for this is climate change. واحدة من هذه الأسباب هو التغير المناخي. climate change is caused by greenhouse gases such as carbon dioxide. التغير المناخي بيحصل بنتيجة غازات الاحتباس، مثلا كده غاز ثاني أكسيد الكربون. there are made wind we burn fossil fuels such as oil. ده بيحصل لما بنيجي نحرق بعض الغاز اللي هو بعض الوقود الغازات الوقود أو بعض الوقود الحفري زي البترول ومشتقاته، فبيعمل عملية إيه؟ غاز ثاني أكسيد الكربون. rubbish in landfill sites make a greenhouse gas called ميثان. حرق النفايات في منطقة مقلب الكمامة أو النفايات ده بيكبب غاز بيسمى غاز الميثان. deforestation also produce greenhouse gas. كمان قطع الغابات بيسبب حاجة اسمها غازات الاحتباس. trees absorb carbon dioxide from the air. طبعا عارفين إن الأشجار بتمتص غاز ثاني أكسيد الكربون من الجو. when we cut down trees لما بنقطع الأشجار The carbon dioxide stays in the air. غاز ثاني أكسيد الكربون بيفضل في الإيه؟ في الجو. If we keep burning fossil fuels، لو فضلنا نحرق في غاز اللي فضلنا نحرق في الوقود الحفري ومشتقاته والبترول، climate change will get worse. التغير المناخي هيصبح أسوأ من كده. So we need to use cleaner renewable energy such as solar energy and wind energy. عشان كده محتاجين نعمل طاقة نستخدم طاقة متجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الإيه؟ طاقة الرياح. We must start recycling more rubbish and stop putting rubbish in landfill site. كمان محتاجين نعمل عملية تدوير للكمامة وما نحطش الكلام في مناطق الإيه؟ النفايات. If we recycle more paper، لو كمان عملنا إعادة تدوير للورق، we can avoid cutting down our forests. كمان ممكن نتجنب قطع الأشجار بتاعتنا أو الغابات بتاعتنا. This will help slow down climate change، وده هيبدأ يقلل ببطء من التغير الإيه؟ المناخ.
السينم and the antonyms المضاد المضاد keep يحافظ أو يستمر continue يستمر stop يتوقف absorb معناها يمتص take in معناها يمتص give out معناها يخرج serious خطير dangerous خطير safe آمن pass معناها بيمر أو بيعدي succeed in معناها برضو بينجح أو يعدي fail يفشل prefix و suffix البداية والنهاية renewable متجدد non-renewable غير متجدد changeable معناها متغير happens معناها السعادة recycle معناها يعيد استخدام useless بلا فائدة regular verbs الأفعال غير منتظمة ومنتظمة give يعطي give أعطى given أعطى speak spoke spoken تحدث تحدثه pay paid paid معناها يدفع دفع get got got ما يحصل على وحصل. طيب complete the words from the list charging يشحن أو الشحن changing تغير fires حرائق buyers المشتريون reasons أسباب cutting القطع. حل رقم واحد زي ما تعودني مش عبد النقط hotter and our weather is والطقس بتاعنا أصبح changing متغير. number two first نقط اسمها first fires حرائق الغابات. number three one of the واحدة من أكيد واحدة طبعا من أسباب reasons. number four we must avoid يجب أن نتجنب not down trees يبقى أكيد طبعا cutting down trees قطع الإيه الأشجار. choose the correct answer from A B C أو D اختار من الإجابات الموجودة سواء كان A B C أو D. number one air اسمها air pollution تلوث الهواء من غير ما تكمل الجملة سهلة. number two أنواع سايت اسمها land fill site معناها اللي هو مكان الكمامة أو نفايات الكمامة. number three نوع ice اسمها melting ice اللي هو ايه معناها ذوبان السلك. هذا اللي لسه ما تكمل الجملة أقول لك لا هو الجملة واضحة جدا مش number 10 the energy from the sun is called الطاقة من الشمس بتسمى solar شمسي. بعديها the atom of renewable عكس كلمة renewable يبقى non renewable غير متجدد. 11 not is the same as take in حاجة معناها انك تاخد او تمتص يبقى absorb. the prefix البداية not means use again معنى كده اني بستعمل الحاجة دي مرة تانية يبقى الـ RE. 13 the suffix النهاية not give the opposite of useful أو use مش نجيب العكس من كلمة useful اللي هو مفيد يبقى useless اللي هو الـ LESS بدون فائدة أو بلا فائدة. 14 fossil fuels are not sources of energy يبقى non-renewable بيقول لك إن الوقود الحفري ده هو نوع من أنواع الطاقة غير متجددة. 15 paper can be used again الورقة بيسموها مرة أخرى الجرامر أنا هبدأ أشرح الجرامر من الورقة بتاعتنا هي طبعا من الزمن بتاعتي ولكن هشرح ورقة ملخص الجرامر يعني بدل ما يكون شكله كبير عليك. الحالة الشرطية الأولى if condition الحالة الشرطية الأولى بستخدم الحالة الشرطية الأولى للتعبير عن شيء سوف يحدث في المستقبل أو متوقع حدوثه في المستقبل. مثال كده if you study hard لو أنت بتذاكر بجد you will get high marks سوف تحصل على درجات عالية. حاجة أنا بتوقعها يعني أجي أقول لك مثلا if he gets up late لو هو صحي متأخر he will miss his car هو هيفقد عربيته أو he will miss the bus أو هيفقد الأتوبيس أو هيفوت الأتوبيس يعني. فحاجة أنت بتكون متوقعها في المستقبل يعني زي ما أقدر أقول لك إيه لو أنت نجحت هجيب لك إيه موبايل أو لو أنت صليت هتخش الجنة
فهي شيء متوقع حدوثه في المستقبل. عندك قاعدة اف، اف معناها لو، هي نفسك كلمة وين، اتنين واحد بيتبعهم البريزنت سيمبل. البريزنت سيمبل افكرك بيه اللي هو كان مع الهي والشي والات، بنضيف الفعل اس او الاي اس او الاي اس. والناحية التانية كان عندي ويل والمصدر، يبقى تاني القاعدة عندي اف بيتبعها بريزنت سيمبل اللي هو مع الهي والشي والات، بنضيف اس او الاي اس او الاي اس، الهي والشي والات. ولكن عندي لو وي او زي او اي او يو الفعل بينزل في المصدر. والناحيه الثانيه عندي ويل والمصدر اللي هي معناها سوف. يعني على سبيل المثال اهو، اف هيز كويك لو هو سريع، شي ويل لو هي سريع او سريع، شي ويل كاتش ذا باص، هي يعني هتبدا تم او تبدا تلحق الاتوبيس او هتلحق الاتوبيس. امثله على القاعده اهو. طيب انا دلوقتي مثلا احل ازاي قبل ما نخش على الامثله، احل ازاي؟ اقول لك انت بص، لو لقيت قاعدة اف دي او وين في النص او في الاول، يعني لو لقيت اف او وين في النص او الاول، ترمي بعينك على الجملة، بص على الجملة كلها في ويل ولا مفيش. تبص على الجملة كلها فيها ويل ولا مفيش، لو فيها ويل خلاص تبقى تبص عندك على الفعل نفسه، لو مع الهي او شي او ات حط اس للفعل، غير كده هنزل الفعل في المصدر. طب لو بصيت على الجملة ما لقيتش فيها ويل، حط انت ويل. اوكي اتفقنا؟ طيب تعال بص كده الامثله. If it not rain heavily we will use umbrella. طيب ادي اف في الاول اهي، بص كده على الجمله فيها ويل ولا ما فيهاش. اه يا مستر انا عارف فيها ويل، خلاص يبقى انا هنروح نضيف اس للفعل مع الهي والشي والات، دي في ات نضيف اس للفعل. نمبر 2 If I have more time I not read more book. طيب ادي اف في الاول اهو، شفت اف؟ بص كده على الجمله فيها ويل ولا ما فيهاش، ما فيهاش ويل صح؟ حط انت ويل اهو فضفت ويل. فهي قاعده سهله جدا، انت مطلوب من حضرتك انك تلاقي اف او ان في الاول او في النص، انك تبص على الجمله فيها ويل ولا ما فيهاش. فيها ويل خلاص اضيف اس الفعل مع هي والشي والات، باقي الضمير ينزل في المصدر. ما فيش ويل احط انا ويل للجمله. عندنا نحل عليه. نمبر 1 وات ويل هابن اف، ادي اف في النص اهو، في ويل ولا ما فيش؟ اه في ويل يا مستر اهي، يبقى خلاص يبقى مع الهي والشي والات اضيف اس الفعل تبقى ستادس. اه نمبر 2 if he comes late he will، طبعا هو اللي بيتبعها فعل في المصدر تبقى بانش. نمبر 3 if they not play will they will lose، ادي اف في الاول وفي ويل الناحيه الثانيه، فبستخدم من فيش المضارع البسيط بارنت، من في بدونت او بدازنت هتبقى ايه؟ دونت. نمبر 4 if we not each other the world will be better place، لو ساعدنا بعض او حبينا بعض العالم هيكون افضل. ادي اف في الاول في ويل، اه في ويل الناحيه الثانيه خلاص، فهنا مع الهي والشي والات والليف اس، غير كده ما نضيفش حاجه، يبقى عندي فعل لاف هيخليه لاف بدون الاس عشان خاطر عندي الايه الوي جماعه. 5 if he helps here she will get high marks، طبعا هنعكسها عشان ده سؤال هتبقى will she وليس she will، عشان ده في الاخر سؤال. our environment will be cleaner if we، طبعا ادي في اف في الاول في النص اهي، وفي will في الاول، اه في will خلاص، فاحنا طبعا هنشيل الايه الاي دي من الفعل عشان خاطر السايكل بيجي بعديها الفعل في المصدر اللي هو بعد الوي الفعل في المصدر، ما ينفعش اضيف حاجه ايه دي خالص السايكل، عشان الوي بيخلي الفعل ينزل في المصدر. If our seas not warmer coral reefs will die، طبعا في اف في الاول والناحيه الثانيه في كلمه will، فخلاص برضه هنشيل هنا الاي الاي ان جي من الفعل هتبقى بيكم. بس حد يقول لي مثلا ما نضيف لها اس، اقول لك لا، عشان هنا سيز دي بحد جمع وليس مفرد. ده بيكم نرجع لها الاي بتاعتها. نمبر 3 ادي اف في الاول، بص على الجمله فيها ويل ولا ما فيهاش؟ لا طبعا ما فيهاش ويل، فنحط احنا ويل في الجمله. هو الموضوع سهل جدا، اسهل مما يتخيل، الموضوع مش صعب يعني. نمبر 4 كلايمت تشينج ويل جيت ورث اف، ادي في اف في الاول، في اف في النص، اه في اف، في ويل، اه في ويل هناك اهي بعد climate change، يبقى طبعا احنا هنا مكان كلمه doesn't هنحط كلمه don't، ان احنا بننفي don't او doesn't المضارع الايه؟ البسيط.
5 we will save water only. طبعا ما اسمهاش هو، اسمها يا اما اف يا اما وين، الاثنين صح. اللي هيحط وين او هيحط اف الاجابه معاك صحيحه جدا ما فيهاش مشكله. نمبر 6 not Dina speak English if. ادي اف في النص، بص على الجمله فيها ولا ما فيهاش الاول، ما فيهاش ولا صح، حط ولا يا باشا اهو. اول حاجه تعملها ما تستعجلش ودور على ولا في الجمله. ادي اف الاول وفي ويل في ايه كمان، بس ويل بيتبعها الفعل في المصدر تبقى فيل فقط مش فيلز، يشعر. نمبر 8 ادي اف ايه وفي ويل اه في ويل، بس ويل بيتبعها الفعل في المصدر، في المصدر بتاعك هيبقى هاف. غير كده لو انت كمان ما عرفتش كده في فيو اهي، واليو ما بتاخدش الهاز، الهاز بتاخد الهي والشي والات. نمبر 9 What will you do if؟ ادي اف في النص اهي، في ويل خلاص قلنا برضه بينفي بايه؟ بدونت او بدازنت، يبقى دونت. تن احمد نوع كم تو سكول تومورو. اف ادي اف اهي، في ويل في الجمله، لا مفيش ويل، انفي بقى حط ويل بس اهو ويل ونفيها او ويل نوت او انت عادي. 11 if my dad، طبعا دي اف في ويل اه في ويل تانية، بنحط طبعا مع داد مفرد، نحط الفعل اس بس نرجعه الاصل الاول قبل ما نحط الاس بتاعه، يبقى جيتس وليس جوتس، مش حاجه اسمها جوتس عشان تبقى عندك علم يعني، عشان جوت دي فعل في ايه في الماضي. 12 what you do if، ادي اف اهو، بص على الجمله فيها ويل، لا ما فيهاش ويل خالص، فنحط انا ويل، هتبقى ويل وطلع اللي هو بين قوسين ده will you do. 13 اف ايه في النص، في will في الجمله، لا مفيش will في الجمله، فهنحط انا will، هتبقى will do. 14 ادي اف في النص، في will اه في will، بس will بيجي بعدها فعل في المصدر تبقى ليف. اخر حاجه we will save water if، طبعا في اف اهي وفي will في الجمله، فخلاص هنجيب الفعل في المصدر عشان خاطر we، تبقى take مش توك، توك ده الماضي. listen 3 and 4 ink حب، ink يعني حب، cartridge معناها خطوش حب، loom نول النسيج، volunteer متطوع، بروجكت مشروع، برنتر طابعة، throw away يرمي، environment البيئة، rubbish كمامة، بلاستيك يعني بلاستيك، باكس شنط، سوشيال ميديا وسائل التواصل الاجتماعي، colorful ملون، chairs كراسي، carpets سجاد، connected متصل، farming زراعة، history تاريخ، recycling project مشروع إعادة تدوير، field حقل أو ملعب، thrift wool recycling إعادة استخدام، weaving النسيج، threads خيوط، fabric قماش، سنتر مركز، ماجازينز مجلات، بلوج مدونة، تراديشن تقليد، تراديشنال تقليدي، ويفرز نساجون، يونيفرستي جامعة، فانتاستيك رائع، بروبلمز مشاكل، بروكن مكسور، سوليوشن حل، كالتشر ثقافة، ترانسبورت النقل، ماتيريالز مواد، كل يقتل، كوليكت يجمع، الفورم يصلح. السينم والانتيومز المواضف والمضاد، اجري يوافق، اكسبت السينم بتاعها برضه المواضف بتاعها يوافق، وي ريفيوز يرفض او ديزاجري معناها لا يوافق، كونكت يتصل، اتاتش تصل، ديسكونكت غير متصل، بروكن مكسور السينم بتاعها المواضف دامج الانتيوم unbroken، طبعا اسمها ان مش ام، في ان طبعا مكان الام ان، traditional تقليدي، old او classical او classic تقليدي، new او modern معناها جديد، prefix والsuffix البدايه والنهايه، recycling اعاده استخدام، disadvantages عيوب، surprised مندهش،
تراديشنال تقليدي، كلرفول ملون، ويفر نسك. Choose the correct answer from A, B, C, or D. Number one, not means making clothes. حاجة معناها انك تعمل ملابس، يبقى الويفنج النسيج. Number two, not means part of tradition. هو عبارة عن جزء من التقاليد، يبقى traditional تقليدي. Number three, space are people whose job is to weave clothes. الناس وظيفتهم انهم بيخيط الملابس، يبقى الويفرز النساجون. Four, a knot is a machine one which threads is woven into clothes. عبارة عن آلة بيستخدموها يحطوا فيها الخيط عشان تحول الملابس، يبقى عندنا لو. Long thin string of cotton silk used to sew or weave clothes means. حاجة بيستخدمها عبارة عن خيط رفيع جدا بيساهم في تخييط عمل الملابس، يبقى سريت الخيط. 6. Knot means clothes used for making clothes. Fabric القماش بيساهم في صناعة الملابس. 7. Means a colored liquid used for writing or painting. حاجة عبارة عن سائل ملون بيساهم في الكتابة أو الطباعة. Ink. 8. A knot is a small container. عبارة عن وعاء صغير. That has ink inside. جواه الانك. يبقى الكارتراج. اللي هو الحبارة الأخيرة. 9. Our father allowed me. أبويا سمح لي. To watch. لأن أشاهد ذا فيلم. عندي على كده number 11. The knot of let is allow. معناها يسمح ويسمح. بينهم ايه؟ السينم المرادف. 12. We form the name from weave. عشان نجيب الاسم من weave يبقى weaving. F-R-I-N-G. النسيج. They found a way of knot threads. وجدوا طريقة نعملوا بيها of making threads. في عمل الخيط. Recycling is great for environment. الاعاده التدوير هي جيده جدا للبيئه. This means it is معناه كده ان هو طبعا good جيد. We asked our teacher to start a project. سالنا المدرس ان هو يبدا المشروع، هيبدا مشروع. This هو طبعا he said yes. ايوه موافق يعني. This means he agreed معناه كده ان هو وافق. السؤال اللي بعديه fabric معناه قماش. Make يصنع. Making الصنع. Traditional تقليدي. Weaver النساجون. ويفنج النسيج. نمشي قبليها رقم واحد، نمشي قبل النقط. There are a lot of هناك العديد من النقط. Artists traditional artists. حتى لو بصيت عليها هتلاقي نفس الكلمة ايه traditional artists. هناك العديد من الفنون ايه تقليدية في مصر. Number two about the traditional art of نقط of making of weaving of weaving في عمل النسيج في المدرسة اليوم. تعلموا ازاي يعملوا النسيج في المدرسة اليوم. Number three a knot uses machine. حد بيستعمل آلة called a loom. يبقى أكيد طبعا الويفر النساك. Number four أمشي قبليها each other كل واحد منها to knot fabric to make fabric عشان يصنع الإيه القماش. الجمر التاني هشرح برضو الجمر التاني من الورقة بتاعتي لأن ملزمة فيها أفعال كتير جدا. أنا ملخص لك الأفعال دي. طيب أنا ملخص لك على أساس إيه؟ جبت كتاب الامتحانات بتاع السنوات السابقة سواء 2023 أو 2024 أو 2022 تحت 2022 أو 2023. ما سبتش فيه امتحان إلا امتحان المحافظات طبعا إلا لما جبت الجمل الخاصة بهذا الجمر. هي عبارة عن أفعال معينة بيتبعها الـ ING أو بيتبعها الـ To المصدر. يعني الفعل مثلا زي فعل avoid الفعل ده بيتبعه اي ان جي. فعل مثلا نيد يحتاج بيتبعه تو مصدر. هي افعال انت بتحفظها مفيش فيها فهم، ما فيهوش فهم نهائيا. افعال بتحفظها او من خلال حلك عليها كتير هتتحفظ او انت مش عايز تحفظها. بيجي بعديها يا اما الفعل بيضيف له اي ان جي يا اما اللي بعديها بيضيف له تو مصدر. طيب انا نقيت لك اهم خمس افعال هنا واهم خمس افعال هنا. لو فتحت امتحان ما لقيتهمش ايه الكلام؟ لان الافعال دي انا اللي جايبها لك من الامتحانات السابقه. وانا كمان وانا بقولها هقول لك ايه اهمهم. خد بالك كمان ان الجمر ده اهم من جمر قاعده اف. شوف وصلت لايه؟ اهم من جمر قاعده اف نفسه. فخد بالك ان لا يخلو امتحان. يعني انا مسكت المحافظات حوالي بنقول يعني حوالي 15 محافظه جه فيهم الجمر ده. خد بالك منه. طيب تعال نشوفه. اول حاجه الافعال بتتبعها الاي ان جي. ايه هي؟ keep يستمر او يحافظ. avoid avoid يتجنب. enjoy يستمتع. dislike يكره.
مايند، وعندي اخيرا ايماجين، متخيل. الافعال دي يا شباب دي من اهم الافعال اللي بتروح على نجي. طيب ايه بقى اهمهم؟ كيب وافويد وانجوي. كيب وافويد وانجوي، التلات افعال دول من اهم الافعال اللي تبعها الاي ان جي. وخد بالك من افويد ده كويس جدا، الاهم الثلاث افعال بتبعها الاي ان جي، من اهم الافعال. طيب تعال نخش بعد كده في الافعال اللي بتبعها التول مصدر، اللي بيجي بعديها التول مصدر. عندنا اول حاجه بلان، نيد وتشوز، وود يو لايك وهيلب، الخمس افعال دول. طب ايه اهمهم؟ اول حاجه عندي بلان خطه، ونيد يحتاج، وفعل هيلب وود يو لايك، اللي اربعه دول من اهم اربع افعال بتبعهم التو والمصدر. خد بالك الافعال دي مهمه جدا جدا. يبقى عندي ثلاث افعال قلت لك مهمين بيجي بعديهم الاي ان جي، كيب وافويد وانجوي، وعندي اهم اربع افعال بيجي بعديهم التو والمصدر، بلان نيد وود يو لايك وهيلب. تمام كده؟ دول اهم الافعال اللي بتبعهم التو والمصدر والاي ان جي. كده لخصتهم لك، مهما تعمل ومهما تحفظ من الكتاب هتلاقي حوالي 20 فعل هنا و20 فعل هنا هيتلخبط وهيخشوا مع بعضيهم عندك ومش هتعرف تفرق بينهم في الامتحان. لا، اديك على طول الحاجه هتخش تحل بيها عشان تنجز وقتك وتنجز مجهودك. تعال نحل عليه بقى. مطلوب مننا ان نبص على الفعل قبل النقط. رقم واحد، This is no bed so we need، طبعا بالنقط في الفعل اسمه need. طبعا حضرتك لما تعرف تعرف ان need دي من الافعال اللي بيجي بعديها to والمصدر، تبقى to go. رقم اثنين، هنمشي قبل النقط في فعل اسمه بلان، يخطط، وبرضه يخطط من الافعال اللي بتيجي بعديها تو والمصدر، تو ريفايز. نمبر 3، قبل النقط اي هاف تو افويد، طبعا في فعل افويد، وافويد من الافعال اللي بيجي بعديها الاي ان جي، هتبقى ايتنج. هيجي عندي مش قاعد دماغي اقول له مثلا طب ما هو بلف تو نشيل تو نحط اي ان جي، ولو في اي ان جي نشيل الاي ان جي نحط التو. اقول لك صح، بس افهم ده ما بيجيش بالسهوله دي، ما بيحسبش كده صعب زي ما بيقولوا يعني. رقم اربعه، تو جيت تو ذا بانك، عشان نوصل للبنك. كيب، طبعا قبل النقط في فعل اسمه كيب، وكيب من الافعال بيجي بعدها الاي ان جي. احفظ الاربع افعال هنا واحفظ الاربع افعال هنا، هتلاقي الموضوع بالنسبه لك ايه؟ خلص. لما 5، منى هاز ديزايدد، ديزايدد من الافعال بيجي بعدها التو والمصدر، هتبقى التو ليرن. هيجي حد يقول لي يا مستر ما هو فعل اصلا انت مش حاطه من ضمن الافعال، ما انا قلت لك اهو انا حاطط لك الافعال اللي بتيجي كتير دي اسئله، ولكن حاطط لك الافعال اللي بتيجي بتتكرر كتير جدا. فعل ديزايد من الافعال دي بعد التو والمصدر، ولكن عدم يعني وجوده قليل جدا في الامتحانات، نسبه 5%. رقم 6، تار انجوي، طبعا انجوي من الافعال اللي بيجي على الاي ان جي، فهنضيف الاي ان جي للفعل، هتبقى ايه؟ ليسننج، او ليسننج اي. تمام، بعد كده عندي رقم 6 وديزايد، طبعا ديزايد قلنا بيجي بعدها التو والمصدر، هتبقى التو باي. رقم 7 برضه، رقم 7 عملناها. رقم 8 وانجوي، طبعا انجوي بيجي بعدها اي ان جي للفعل، هتبقى رايتنج، هتشيل التو ونحط اي ان جي للفعل. رقم 9، هي سجستد، طبعا من الافعال بيجي على اي ان جي، هنشيل التو من الفعل ونحط اي ان جي، بس برضه عدم وجوده قليل جدا، هتبقى سويمنج. عندي بعد كده نمبر 10، وود يو لايك، طبعا وود يو لايك لما تحفظها تيجي بعدها التو والمصدر، هنشيل اي ان جي نحط التو والمصدر، هتبقى التو بلاي. عندي رقم 11، هنشيل التو والمصدر عشان في فعل ستوب، هتبقى اي ان جي لينكينج. I would love، I would love زي I would like، هنشيل اي ان جي نحط التو والمصدر، تبقى التو attend، واتند معناها بيحضر. 13، doing sports help you، طبعا help من الافعال بيجي بعدها التو والمصدر، تبقى التو keep. 14، we need، طبعا need من الافعال بيجي بعدها التو والمصدر، تبقى التو use. 15، my brother asks me to stop to stop to run.
هون الجاي وذا جس. اوكي نخش بعد كده في اخر ليسون عندنا في الوحده الثامنه او الثامنه سون 5 اند 6 سيجوس يعني عشب بحري along بمحاذاة أو بطول including يشمل كوست ساحل هربس أعشاب reinforces غابات استوائية ذات سواي لذلك لسبير يختفي however مع ذلك environmental بيئي nevertheless معناها ومع ذلك square مربع conclude يختم speech خطبة washing up غسل أطباق lights إضواء بريس تنفس بلكوني بلكونة spider plants نباتات عنكبوتية attractive جذاب safe آمن healthy صحي climate مناخ absorb يمتص familiar مشابه transport النقل والمواصلات industry صناعة solution حل conclusion مناخ خاتمة take turns بدل الأدوار members أعضاء contrast تناقض ocean محيط coral reefs شعاب مرجانية global warming الاحتباس living room حجرة المعيشة jewelry مجوهرات tourists سياح colorful ملون diver غواص reading بتاعنا Sigris is found in the sea along the coast of many countries الأعشاب البحرية توجد في البحار من محاذاة الساحل في معظم الدول It is food for many sea animals including turtles, baby fish and the sea animals live in the sea grass because it is safe place. هي طعام للعديد من الحيوانات كمان السمك الصغير والسمك الضعيف ومعظم السمك بيستخبى فيه وينام فيه لانها مأمن مكان امن او مأمن ليهم. Sea grass helps keep the sea healthy and it can help stop climate change. كمان هو بيحافظ على ان الميه دي تكون صحيه وكمان ان هو بيحافظ عليها من التغير المناخي. This is because seagrass absorb 10% of the ocean's carbon dioxide every year. إن هو كمان بيمتص ثاني أكسيد الكربون بنسبة 10% كل سنة. Seagrasses absorb carbon dioxide 35 times faster than land forces. وكمان قادر على امتصاص غاز ثاني أكسيد الكربون بنسبة 35 مرة من الغابات الاستوائية. That's why Seagrass can help stop climate change عشان كده هو بيحافظ على التغير او بيعمل عمليه توقف عن التغير المناخي او يحافظ على الجو من التغير المناخي. About 90% of all seagrass has disappeared from the UK coast in the last 100 years. حوالي 90% من الاعشاب البحريه اختفت من ساحل البحر عند الولايات المتحده الامريكيه عبر ما هي كانت تختفي من حوالي 100 سنه. However, There is environmental project in the UK that is growing new seagrass. هم عاملين مشروع بيئي كده عشان يعمل عملية زراعة الأعشاب البحرية من جديد. When the plants are big enough لما النبات بيكبر بشكل كافي دفعوا بلانت زم along the coast بيبدأ يحطوه في الساحل أو يزرعوه في الساحل. The plants will still be quite small إلى حد ما بيكون صغير. Nevertheless, they will grow into 20,000 square meters of seagrass. السينامون انتمز attractive معناها جذاب beautiful معناها جميل ugly معناها قبيح. familiar الكلمة نفسها الورد معناها مشابه known أو popular معناها السينام بتاعها مشهور برضه unfamiliar غير معروف أو غير مشهور. disappear معناها اختفي vanish اختفي appear معناها يظهر. البيرفكت والسافيكس unfamiliar غير مألوف disappear اختفي impossible مستحيل attractive جذاب beautiful جميل و environmental بيئي. تعال نحل بعد كده الأسئلة اللي عندنا finish the following dialogue. محمد is talking to a tourist. محمد بيتكلم مع سائح. رقم واحد إجابة فهو بيقول له are you facing Egypt on business or holiday؟ هل أنت زرت مصر إجازة؟ ولا بيزنس ولا واحدة منهم. تعال نكمل عشان نشوف هو زار مصر ليه. انما ذكرش يبقى هو اكيد اكيد بيزنس اكيد عندنا هوليدي يعني ممكن نقول له انه هوليدي. هي كلمة واحدة. نمبر 2 طبعا سأله سؤال فقال له I come from London. انا جاي من لندن. يبقى من اين تأتي؟ Where do you come؟
طبعا حطيت الفعل المساهم عن الهدوم وعكست من تحت زي ما علمتك قبل كده. نمبر 3 قال له بيج بن از ذا موست فيموس بليس ان لندن. بيج بن هو افضل او اشهر مكان في لندن. عايز اقول له ما هو اشهر مكان، حط الاستفهام بتاعتك اللي هي كلمه وات. طيب وانت مش عارف تعمل ايه؟ قلت لك اعكس من تحت، سيبك من كلمه بيج بن دي واعكس بين الايز وذا موست. اقول له وات از، لا يعني سيبها زي ما هي، بيج بن بس كلمه الجمله. وات از ذا موست، كمان ده وات از ذا موست فيموس بليس ان لندن، يعني بس شلت الاجابه وحطيت من تحت كل الايه السؤال من تحت لندن. رقم 4 اجابه، ففوق السؤال بيقول له وات انترستس يو موست ان ايجيبت، ايه الاهتمامات اكتر اللي عندك في مصر؟ اقول له مثلا او ايه الانترستس الاهتمامات عندك في مصر؟ I wanted to visit. I wanted to visit كايو مثلا، عايز ازور القاهرة. I want to visit مثلا ممكن نقول له أي مكان أنت عايز تزور، بيراميدز هكذا. I hope you enjoy your tour in our country. أتمنى لك رحلة كويسة في القاهرة أو في مدينتي يعني. قول له thanks. طبعا قلت لك في الآخر لما يكون عندك إجابة وفوق مفيش سؤال فبننهي الموضوع بثانكس بقى، أوكي اللي أنت عاوز تكتبه. رقم 1 A plant which lives in the sea، النبات بيعيش في الميه، اكيد طبعا السي جيس لارج بحر. نمبر 2 Not is to become impossible to see anymore او any longer، حاجه معناها ان هي صعب انك تشوفها بعد كده تبقى ايه يسابيه يختفي. نمبر 3 A not is someone who swim or works underwater، شخص بيشتغل تحت الميه يبقى دايفر. نمبر 4 A not is a formal talk، حديث رسمي يبقى speech خطاب. 5 Not means beautiful and pleasant، حاجة معناها شكلها جميل attractive جذاب. 6 Not means in a way that is the result of nature، حاجة معناها إن هي بتكون نتيجة للطبيعة، يبقى naturally معناها طبيعي. Number 7 Well known to you and easy to recognize means حاجة معناها سهلة إن أنت تعرفها أو معروفة بالنسبة لك يبقى فيلم مشهور. 8 Solar energy، الطاقة الشمسية is a form of، هي نوع من أنواع يبقى عندنا renewable، الطاقة المتجددة. 9 Not warming اسمها global warming، احتباس حراري. 8 عند 9 بعد كده عند 10 Trees، الأشجار نقط كربون دايوكسيد absorb، بتمتص ثاني أكسيد الكربون. 11 We enjoy، طبعا enjoy نقط our rubbish، it's fun and it's help the environment by recycling، بإعادة تدوير الكمامة. 12 impossible and impossible، مستحيل وعدم والممكن معناها يديك بينهم انتم التضاد. known is the synonym of، مرادف كلمة معروف familiar مشابه أو معروف. rubbish that isn't recycled is put into، الكلمة اللي لا يعاد تدويرها بتحط فيه landfill sites، مواقع النفايات. this form of energy، هذا الشكل من الطاقة is sustainable، مستدام. We can use it again، ممكن استخدمها تانية. This means it is، معنى كده ان هو عندنا renewable اللي هو renewable معناها متجدد. هنا من اهم الباراجرافات عندنا فقرة تانية اللي هو a view how to protect our planet، عن a view ازاي نحمي بيئتنا. تمام كده؟ وكده انتهينا. هسيب لك ده بقى انت تحله في البيت واجي طبعا حليناه عندك في الملزمة، واشوفك ان شاء الله في الوحدة القادمة. وابعت لك الباراجراف بتاعك المهم عندك على الواتساب. See you later. Goodbye.